في حد فيكم بيحب الحكايات؟ طب حلو جدا، يعني ده رزق، ده كده انا هسترزق. طيب حد بيحب الحكايات اللي فيها الإثارة؟ طب حكايات الحب؟ طيب انا هحكي لكم حكايه شخصيه جدا، يعني المفروض انها حكايتي. سنه 2008 بالظبط، كنت لسه مرفوده من شغلي طازه للمره الثانيه، لاني كنت عايزه اعمل حاجات وما كانش المكان سايعني يعني. فكان في بالصدفه جامعه في السويد اسمها أمه، كانت الجامعه دي عامله جلوبال كول كده، يعني قايله لكل الناس على مستوى العالم ان هم عايزين يعملوا بحث او مجموعه اوراق عن تاريخ الستات او مشاركتهم في السياسه من سنه 1800 ل 1900. فانا رحت قلت انا كده كده فاضيه، مرفوضه وفاضيه، فرحت بعت لهم قلت لهم انا عايزه ابعت وهشارك عن مصر، فقالوا لي جو اهيد. فانا قعدت قلت ايه بقى، ده حاجه حلوه بقى وسمعه مصر ومش عارفه ايه، وادور بقى، نزلت المكتبات ادور لان انا اصلا باحثه، نزلت ادور في المكتبات في كل حته، ما لقيتش خالص، ما لقيتش ستات اشتغلوا سياسه في مصر من 1800 ل 1900 خالص، ولا واحدة، بلانك. قلت طب الله، طب احنا كنا فين في الفترة دي؟ يعني أول شغل يعني متوثق لستات في العصر الحديث في السياسة 1919، لكن قبل كده ما فيش خالص. فأنا قعدت أفكر إن آخر واحدة معروفة يعني بالنسبة للناس في اشتغلت سياسة في مصر كانت شجرة الدر. او شجره الدر، بعد لحد هدى شعراوي وزمايلها او زميلتها ما فيش حد خالص. احنا بنتكلم في حوالي 500 سنه. فانا قلت مش معقوله 500 سنه احنا قاعدين كده، يعني طب كنا فين؟ طب الستات كانت فين؟ طب انقرضوا؟ طب كانوا في المطبخ؟ طب المطبخ المصري ما هواش يعني ما فيهوش الغنى بتاع ان الستات قضت طول عمرها فيه ده. فقلت برضو اقعد ادور تاني فين بقى، نزلت تحت بير السلالم وحاجات كده بتاع المكتبات والجرايد القديمه وكده، لقيت في الاخر واحده ست واحده بس الكلام اللي لقيته عن الست ديت كان وحش خالص، لانها كانت بتعمل حاجه فظيعه. ايه الحاجه الفظيعه اللي كانت بتعملها الست دي؟ كانت بتقعد مع الرجاله. تخيلوا واحدة ست بتقعد مع الرجالة، لا وإيه بقى كمان في الوقت دوت، يعني حوالي 1800 حاجة و80 كده، بتقعد مع الرجالة في صالون بيتها، عاملة صالون أدبي وثقافي وفني وسياسي في بيتها، وبتناقش في الحياة العامة، وكل المدعوين رجالة. وكمان الست دي وقبل كمان مي زياده، وكمان الست دي بقى ايه اللي زود الطينه بله زي ما بيقولوا، انها من عيله المالكه، فبتعمل حاجه يعني مشينه جدا في الوقت ده، انها بتقعد مع الرجاله من غير محرم او من غير حجاب، وكمان ده كمان من العيله المالكه يعني. فطبعا كانت ست مش محبوبه خالص، والست اللي من عيله المالكه دي كمان هي تبقى بنت اخو الخديوي اسماعيل، وكان في بين ابوها وبين عمها خناقه على العرش، وطبعا احنا عرفنا مين اللي انتصر، يعني اكيد مش ابوها، فهي كمان بنت الحد المكروه المنفي المتصادر امواله، اللي هي بتتعامل على انها جايه تنتقم عشان خاطر ابوها. فده سبب كمان يخلي ان ما تبقاش محبوبه قوي، لدرجه ان في الاخر ان انا الحاجه الوحيده اللي لقيتها عنها في الجرايد القديمه في وقتها، وكان في جرايد شغاله، كانت النعي بتاعها، ومفيش اي حاجه عن حياتها خالص غير انها بنت عم الخديوي توفيق وقتها لما ماتت، وانه حتى ما راحش حتى عزى فيها، بعت حد.
طيب الست دي بقى كانت في ناس بيقعدوا في الصالون الادبي والثقافي والفني بتاعها، زي مين؟ العامة اللي هم الفلاحين المغضوب عليهم، اللي زي سعد زغلول، قاسم امين، حطوا تحت ده ثلاث شرط عشان هنتكلم عنه تاني، احمد لطفي السيد، محمد عبده، جمال الدين الافغاني. فدول دي عينه من الناس اللي كانت بتقعد عندها في الصالون ده، اللي بعد كده احنا سميناهم رواد التنوير. طيب المفروض تاريخيا يعني بيتأرخ ان قاسم امين كان راجل مؤمن بان الستات ما كانوا من البيت وما يخرجوش من بيت غير للتربه او لبيت جوزها، لكن بعد ان هو غير تفكيره بعد ما قعد مع الست دي، ان هو وبعد ما خرج من عندها من الصالون بتاعها عمل كتابين المفروض ان هم بيتأرخ لهم على ان دول اللي هم اللي عملوا حاجه اسمها تحرير المراه، كتاب اسمه المراه الجديده وكتاب اسمه تحرير المراه. طب معنى كده في كلام بقى بيتقال ان هي اصلا الاساس في الكتاب ده، ان هي الاساس في الفكر ده. معنى كده ان ممكن تكون ان يكون محرر المراه مش راجل، ممكن يكون محرر المراه مراه فعلا. المراه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها نازلي فاضل. انا بس عايزه اشوف ايوه اسمها نازلي فاضل، هي دي. طيب الست نازلي ديت حتى الرجاله اللي هي اثرت في تفكيرهم واستضافتهم تقريبا ما حدش فيهم اتكلم عنها. ليه؟ لانها حريم، والحريم مش المفروض ان الراجل محترم يتكلم عنه. طيب ده خلاني افكر في حاجات كتير. نازلي دي خلتني افكر في نازلي كتير زيها، ان ممكن يكون في نازلي دلوقتي واحنا مش عارفين بتعمل حاجات مهمه واحنا ما حدش يعرف عنها حاجه، او ستات زي نازلي كده كتير وقعوا من التاريخ لاسباب مختلفه، وقعوا لان هم ابناء المهزوم او لان هم المهزومين او لان هم بيعملوا حاجه المجتمع معترض عنها عليها فبيوقعها من الحسابات، بيشطبها شط، او شايفين انها ممكن تكون مش اهل كفايه انها تبقى مهمه. وفي احيان كتير جدا انها ممكن تبقى عملت حاجات بس وقعت، يعني ما حدش ذكرها لان في حد تاني عمل نفس الحاجه بعد كده بس اتنسبت له هو. تحديدا زينب فواز، حد سمع عن زينب فواز؟ خالص. المفروض ان الروايه العربيه بيتأرخ لها، الروايه العربيه فن حديث يعني، وبيتأرخ لها بدايته يعني بروايه زينب اللي هي كتبها محمد حسين هيكل سنه 1914. لكن لما نعرف ان في واحده ست كتبت روايه قبليه اسمها حسن العواقب سنه 1899، الست دي اسمها زينب فواز، فيبقى مين رائد فن الروايه في اصلا في المنطقه العربيه كلها؟ طيب لما ما حدش عمره سمع عن دي، حد بيتفرج على حريم السلطان؟ حلو. او سمع اي حاجه عن حريم وثقافه الحريم والحاجات بتاعتهم دي في تركيا او في الست دي اسمها ماري تريز اسمر، هي المفروض من رواد ادب الرحلات في العصر الحديث. هي عراقيه وكانت بتكتب تحت اسم اميره بابليه، وكانت بتقعد تتحرك في راحت في كذا دوله، وهي اول حد اتكلم عن فكره دخل الحريم واتكلم عنه. وكان لحد فتره قريبه الناس كانت بتفتكرها اجنبيه، بس هي عراقيه، كانوا بيفتكروها انجليزيه بس، وهي بيتأرخ لها على انها يعني انجليزيه بس هي عربيه. طيب ده فكرني بحاجات كتير. الموضوع ده خلاني اركز في ان في ستات زي دول، لو قعدت افكر كده، لو في حاجه ممكن نجمع فيها تاريخ الستات كلها
اللي هم اللي زي الباحثين اللي زي يقدروا يلاقوها بمنتهى السهوله، ما نضطرش بقى ننزل تحت في البدرومات وندور فين وفين. وما كانش ساعتها الانترنت واسع الانتشار قوي، كان المحتوى العربي فيه ما كانش قوي. ففكرت ان احنا نعمل ان يبقى في مكان زي سيستم كده، زي انفورميشن سيستم او نظام معلوماتي ما يتحط فيه البيانات ديت وتبقى تحفظ من الضياع. لان انا في وسط الحاجات اللي كنت بدور فيها كان في كتب بيجي لي كتب متفككه، وكان بيضطر يقعد معايا ناس عشان خاطر انا ما بوظش حاجه او ما اخدش صفحه من النص. فقلت لا، طب لو كل الحاجات دي، لو كل المستندات دي اتعمل لها سكان بشكل ما وبقت على بنتفرج عليها على كمبيوتر او على الانترنت. وبعدين انا الفكره توقفت شويه والدنيا خدتني واشتغلت للاسف. وقعدت فتره يعني بشتغل وما الدنيا خدتني، ولحد بالظبط ديسمبر 2010 سبت شغلي. وبعدين في يناير 2011 حصلت الثوره. في يوم 28 يناير تحديدا، اليوم ده اللي في ناس كتير ما عرفتش تروح في يوم في البيت زي انا، شفت ستات اللي هي واحده بتجر كرتونه عشان تنام على الارض. وقعدت افكر طب هي قايله ايه لاهلها في البيت؟ طب هي عامله ازاي؟ طب هي مش مركزه؟ وبعدين قلت طب ما خلينا نشوف يعني لو في طريقه ان احنا نوثق بيها ده ونحفظه، نكابتشر كده، نسجله زي ما هو ونقطره، نحطه نبروزه ونحطه، عشان ده حاجه ليها علاقه بالتاريخ لانه بيتنسي بعد كده، ما نعرفش مين ممكن يكتب ورانا. وفكرت في معرض يضم الصور بتاعه الستات ديت، وبما ان كان في الانترنت شغال وقتها وكانت يعني كان واسع الانتشار جدا ومتنبأ ان هو يبقى واسع الانتشار اكتر، فقلت اعمل حاجه على ويب سايت تبقى اونلاين. وبعدين ابتديت يعني كان في منحه ان انا اتعلم ازاي ادير متحف اونلاين، ورحت فعلا. والفكره بتاعت المشروع خدت ساعتها احسن مشروع عن قضايا الستات. ولما رجعت مصر اشتغلت على اول معرض اللي هو سائره، وده لتوثيق دور الستات في الثوره، وده موجود دلوقتي اونلاين. وده كان بجهدي الجهيد زي ما بيقولوا، ايه، كنت انا لوحدي اللي شغاله فيه. وطبعا ساعتها كلمت يعني لميت داتا من مصورين محترفين ومن فيديوغرافرز ومن فنانين عشان يساعدوني في المحتوى. بعد كده فكرت في ان حاجة ليها علاقة بالهوية بتاعتنا، بدور الستات في حفظ الهوية بتاعتنا في مصر. وفكرت في مشروع اللي هو أنا شغال عليه دلوقتي اسمه تصميم. المشروع ده أو يعني في الفكرة بتاعته هي حفظ التراث أو دور الستات عموماً في مصر في حفظ تراثنا وهويتنا. وأول جزء منه اللي هو الأشغال اليدوية، إزاي نوثق مرئياً شغل الستات، الشغل اللي بيعملوه وهم نفسهم وحياتهم، وبعد ونطور كمان في امكانياتهم وازاي هم يقدروا يبيعوا شغلهم ده بعدين. ده من الحاجات اللي انا شغاله فيها دلوقتي. وفي حاجه ثانيه انا حابه برضو ان انتم تشاركوني فيها، هي حكايه صوره. انا بتكلم عن ست ملهمه، اي حد فينا شايف انها ملهمه، مش لازم تكون ست كسر، مش لازم تكون ست مشهورة جدا، بالعكس كل ما كانت مش مشهورة، كل ما كانت مش معروفة بس ملهمة كان يبقى أحسن جدا. ونقول ملهمة في إيه؟ يعني ممكن تكون ليها قصة تحدي، ممكن يكون ليها حاجة هي عايزة، ألهمتني بحاجة خلتني أحس. إن شاء الله حضرتك تكون شخصية كرتونية، يعني جيت في يوم من أيام شخصية زي رافنزل أو حاجة كده، إن أنا حاسة إنها ألهمتني بحاجة وساعدتني في حاجه، ان انا اعدي حاجه مشكله ما من حياتي. فياريت فانا بعمل ده اللي هو زي الحكايه اللي ورا الصوره. فياريت لو في حد عنده
ست عايز يقول لها شكرا، عايز يبروزها، عايز يقول الناس دي عملت حاجة بس محدش يعرف عنها كتير. ممكن ده يبقى حلو جدا لو شاركتوني بيه ولو شاركتوا الناس كلها بيه ولو ساعدنا في تخليد الستات دول وحسينا ان الناس ودعينا ان الناس تعرفهم اكتر. مرسي.